كل أنثى من الأبراج كده بتلاقي فيه صفة هي الملكة فيها، ملكة فيها يعني مهما حاولت أنثى تانية إن هي تكون الملكة هتفشل بصراحة، لأن طباع الأنثى دي حتمت علينا إن هي تكون في الصفة دي نمبر ون. يلا بينا، مساء الخير وأهلا بكم. سريعا كده 3 ثواني بس كالعادة أرحب بكم، وبرضو أقول للجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه أو عيلتي القديمة ما شاء الله يقوموا بالواجب. كل النساء كده هنبدأ من الفارسة العنيدة ونقول الصفة اللي هي نمبر وان فيها، وكالعادة كل أنثى تكتب أو رجل حتى بيشوفنا الصفة اللي يتوقع إن هي كل أنثى تكون نمبر وان. يعني كل أنثى، أنثى حمل مثلا تقول أنا أتوقع كذا، ميزان كذا، عقرب كذا، لأن أنا بقرأ تعليقاتكم وبكون سعيد وأنا بدردش معاكم. الفارسة العنيدة أنثى برج الحمل الناري، الشجاعة أو الجدعانة زي ما احنا بنقول. ممكن تلاقي ناس كتير جدعة شجاعة، بس أنثى برج الحمل نمبر ون. ولو أنت قابلك في حياتك أنثى برج حمل مش كده، دايما بنقول خلي في استثناء للقاعدة لأن دي طبيعة الحياة، أي قاعدة في الدنيا ليها استثناءات. أنثى برج الثور الصفة اللي هي نمبر ون فيها، الملكة فيها، الرزانة. وأنا قلت ممكن تلاقي ناس كتير رزينة، بس تيجي عند أنثى الثور تلاقيها نمبر ون. اما الجوزائيه بقى، انثى برج الجوزاء فالدم الخفيف، خفه الظل نمبر ون. في ناس كتير واحنا عارفين دمها خفيف، لكن عند الجوزائيه هي في الموضوع ده نمبر ون. السندريلا بقى انثى برج السرطان المائي، القبول. ممكن تلاقي نساء كتير مقبوله، بس تيجي عند انثى برج السرطان تلاقيها نمبر ون، او من اكتر الاناث اللي بتتمتع بالصفه الجميله دي. كان فيها في انثى كده اللي عارفها يكتب لي في التعليقات بتزاحم انثى برج السرطان بصراحه في الصفه دي قوي، في احيان ممكن تتفوق عليها بس تبقى السرطونه ليها وضع خاص في الموضوع اللي زي ده. وكمان يا جماعه عشان الناس اللي بتسال ازاي تتواصل معايا، الانستجرام والفيسبوك وقنواتنا التانية كل ده في اول تعليق ووصف الفيديو، واي حد تاني غير محمد ابو زيد على الفيسبوك كده نصاب، يا ريت تعملوا ابلاغ لانه غالبا بيكون هاكر رجاء يعني. وكالعادة يا ريت تدوسوا لايك للحلقة دي عشان توصل بقى، نحب نسعد كل نساء العيلة بتاعتنا بالحلقة دي، ما تبقوش بخلة رجاء، دوسوا لايك يلا. أنثى برج الأسد الكاريزما، نساء كتير واحنا عارفين ممكن تلاقيها كاريزما، بس عندي أنثى برج الأسد استوب يا إكسلانس، هي نمبر وان في الموضوع ده. يعني أنا أقول إن أنثى برج الأسد الأنثى صاحبة الكاريزما الأكثر سطوعا صراحة بين كل نساء الأبراج. أما العذراوية بقى فالعبقرية، القدرة على التحليل واتخاذ القرارات، أنثى عبقرية. في ناس كتير ممكن تلاقيها عبقرية، ولكن عبقرية أنثى برج العذراء صراحة عبقرية من نوع خاص، تحية للأنثى العبقرية دي. أما أنثى برج الميزان الشياكة، ناس كتير بتعرف تلبس وشيك، بس عند أنثى برج الميزان ده وضع خاص وحالة تانية وحالة استثنائية، هي الملكة. الملكة اللقب ده لايق عليها قوي عامة، العسل أنثى برج الميزان. العقروبة الغموض، الغموض بتاع أنثى برج العقرب تعتبر أكثر نساء الأبراج غموضا. نساء كتير ممكن تلاقيها غامضة، بس أنثى برج العقرب وضع خاص أو نمبر وان، تسمي الحلقة نمبر وان. أما القوسية بقى الإيجابية، أكتر أنثى ممكن تلاقيها في حياتك إيجابية، تديك دفعة لقدام، تديك حاجة تحب بيها الحياة، وما أجمل الشخصيات اللي تبعدك عن النكد والحزن والقرف، وتديك دايما طاقة إيجابية، وما أسوأ اللي بيدوك طاقة سلبية للأسف يعني. ندخل على المرأة الحديدية، حد توقع، حد بيتوقع كده وبيكتب معايا في التعليقات عشان أنا بقرأ وبحب إن أنا أرد عليكم يعني. أنثى برج الجدي أكيد في كتير عارف، تجاهل. في أبراج كتير وإحنا قلنا ملكات أو مش ملكات بقى تجيد في فن التجاهل، ولكن عند المرأة الحديدية اعمل فول ستوب وقول دي نمبر ون في الصفة دي. الدلوية بقى أنثى برج الدلو الهوائي، حد توقع ملكة الروقان، أكتر أنثى رايقة هتقابلها في الأبراج كلها. تاني بقول أنثى برج الدلو ده على فكرة اللي يرتبط بيها ويعرف شخصيتها يحب أوي التعامل معاه، أكتر أنثى في كل نساء الأبراج رايقة، نسميها الرايقة يعني. بعد كده لما نقول
الرايقه تعرفوا على طول ان احنا قصدنا على انثى برج الدلو الهوائي، الانثى الرايقه، انثى برج الحوت المائي الاحساس، اعلى نساء الابراج في درجه احساسها او رومانسيتها، بس خلينا الاحساس يعني معبره وبتكون شامله اكتر انجاز التعبير، او لما نتكلم بنوع من انواع الدقه شويه. اكتر انثى عندها درجه احساس ممكن انت تقابلها في حياتك، وفي ناس كتير ممكن انت تحس من شخصيتهم ان هي ناس حساسه قوي، بس عند انثى برج الحوت المائي انت في حاله خاصه، انت عند انثى تانية، انثى مختلفه من نوع تاني. برضو عشان نوضح حاجة، في ممكن بعض الناس اللي بتتفرج تقول انت عملت حلقة قبل كده وقلت لنا ان الاناث دي في اشياء تانية بتتفوق فيها، ايه المشكلة لما تكون في بعض الاناث نمبر وان في اكتر من حاجة؟ فاهمين يعني في بعض الاناث ممكن تلاقيها في صفتين او ثلاثة حتى هي نمبر وان فيهم، بس احنا ركزنا في حلقة النهاردة على الصفة الاكثر سطوعا او المشهورة او المعروفة عن يعني كل انثى، واللي بدرجه كبيره او بنسبه 95% من اناث كل برج، حتى مهما حصل هتلاقي الصفه اللي موجوده دي في شخصيتهم او اللي احنا قلناها دي، حتى مهما كانت الظروف. بقى خلي بالكم، مهما كانت البيئه، التعليم، الظروف مختلفه، التربيه، النشاه، صعب جدا ان الحاجات اللي احنا قلناها عن كل انثى دي تغيرها، او ان انت يعني كمان انت لو هترتبط بالإناث دي اعرف ان الصفة دي صعب جدا تغييرها في الأنثى دي مهما حصل. ما انا قلت قبل كده ان في ثوابت في شخصية كل برج رجل او امرأة صعب ان انت تغيرها، واديت امثلة مثلا قلت ان انثى برج الحوت استحالة تقابل انثى برج حوت مش رومانسية، ومهما حصل ما تقدرش ان انت تنزع الصفة دي منها. في صفات كده بتبقى زي ما احنا بنقول جوهرية داخل الأنثى او داخل الرجل حتى انجاز التعبير. انا في النهايه اتمنى ان انتوا تقولوا لي ارائكم، واتمنى كمان ان انتوا تدعموا الحلقه دي بلايك، لان انا بلايك شايف في حلقه بتسعد، يعني اي انثى ممكن تشوف الحلقه دي هتتعرف على نفسها اكتر، وده هدفنا. يا ماشينا هم يعني كفايه بقى. انا دايما عامه بحب ان انا اكون ايجابي واركز على الايجابيه في حلقاتي عامه، يعني بالحياه مش ناقصه هم وتوتر، فلو نقدر ان احنا نرسم البسمه على شفايف حد يعني او وجه حد ما نبخلش، ويخليكم لكم دور في حاجه زي كده. ادي انستجرام، الفيسبوك، بنعمل لايف كل ليله تقريبا، هتلاقوا الرابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو. قنواتنا التانية عندنا قناه مهمه قوي للفضفضه بقى، اللي عنده مشكله عايز ياخد راي عيلتنا، اسمها اسال محمد وعيلته، قناه مهمه قوي قوي هتعجبكم، خدوا بس فكره عنها كده، ويا ريت كمان تنضموا لنا، عايزين نوسع القاعده دي. بحبكم، الى اللقاء ان شاء الله، موعدنا بكره مع حلقة جديدة، توحشوني.